مساحتنا الأولى نور رح نتطرق فيها عن دور الأسرة بالعملية التربوية وتكامل هذا الدور مع المدرسة، التنشئة بين الماضي والحاضر، العادات والتقاليد اللي نشأنا عليها، الأسرة كقيمة في مواجهة العادات الغريبة الوافدة لمجتمعنا. لنحكي أكثر أكيد عن هذا الموضوع أكيد صرنا نرحب بالأخصائية الاجتماعية رندا علي دي. بيسعد صباحك، يسعد كل عام وأنت بخير يا رندا. بخير، ينعاد عليكم. يسعد صباحك. ممكن يسعد موضوع كثير مهم، بهم كل الناس اللي عم يتابعونا والأهالي اللي عم يعانوا اليوم كثير، بتلاقي مع أولادهم الحفاظ على العادات والتقاليد هي قيم أخلاقية اليوم عم نحاول نحافظ عليها بيظل يمكن تطور التكنولوجيا، غزو مواقع التواصل الاجتماعي لكل تفاصيل حياتنا، وبتلاقي دائما الطفل او الشاب بيحاول يقلد اللي حواليه ليلفت كمان نظر. خلينا نحكي عن اهميه يمكن الاسره اليوم بتربيه الاطفال على القيم والاخلاق. هلا اولا كان مختلف كثير الموضوع بين قديم وبين هلا، هلا صار في كذا حدا بيدخل بتربيه الطفل، مو بس امه وابوه ولا حتى سته وجده، هلا عم بيكون في وسائل تواصل، عم بيكون في الانترنت، عم بيكون في الاصدقاء، عم بيكون في خصوصي بالفترات اللي كان في ناس كثير طلعت برا البلد وردت رجعت، فهي جابت معها كمان عادات غربية وغريبة كمان علينا وما لنا نحن متعودين عليها، وهي ما بتمس أبدا بيئتنا ولا عاداتنا وتقاليدنا. لهيك هون الأهل بيكون عندهم ضغوطات كتير كبيرة بين أنهم يعملوا توازن بين شيء هن نتربوا عليه وبين أشياء لازم هي مفروضة عليهم، ما بيقدروا يكونوا منع كامل اللي منعوا عن أطفالهم، خصوصي بفترة المراهقة عم تكون هلأ عبكير، عم بيكون المراهقة النفسية سابقة المراهقة الجسمية. كيف بيكون لما بيجي الطفل بيكون رايح على المدرسة راجعين رفقاته عم بيحكوا بموضوع هو أمه مثلا ما لعطيته الموبايل أو ما عنده صفحة على الفيس أو ما عنده أي شيء، هي محتفظة بتقاليد معينة، ولكن حيجي هو هون بيرد فعل علي أنه أنا ما عم تعطيني مساحتي مثل رفقاتي تماما، أنا عم بقعد غريب بيناتهم هون، ما عادوا يشاركوني بالحديث، ما عاد كون شخص مهم بيناتهم أو ضف لهم معلومات جديدة. خصوصي التكنولوجيا دائما يوم بيوم المعلومات بتكون دائما في شيء جديد، دائما منشوف هالعادات الغريبة بتتوجه، فعلا هي بتتوجه لهذا النوع من الأعمار لأنها هي أكثر شيء ممكن تقدر تسيطر عليهم، تخليهم يفرضوا أفكارهم على أهاليهم وعلى الجيل الأكبر. لهيك هون دائما نحن بنواجه هاي المشاكل. هذا مثال كثير بسيط بقى قيسي عليه بكل انماط حياتنا اللي نحن مثلا ممكن طريقه احترامنا لاهلنا هلا عم بيكون اكثر فريندلي الموضوع، بنستخدم هذا المصطلح نحن انه نحن بنعامله كصديقنا، ولكن في ادبيات معينه تماما لازم نحافظ عليها. هذا الخط الرفيع اللي نحن دائما الاهل بيوقعوا فيه انه انا ما عم بقدر اعمل هذا التوازن، او اللي كان مقبول منه بثلاث سنين انا ما عاد اقدر اقبله بخمس سنين، وهو عم بيكون عنده انه طيب كنتي تقبلي هذا التصرف، ليه هلا ما عدتي قبلتي؟ موضوع الزمن، موضوع انه انا ابني عم بيكبر، موضوع انه انا في تفاصيل هلا بقدر اقول له لا، بقدر افرض رايي عليه، بقدر شاركه، اما بعد فتره بصير صديقه هو اللي بده يشاركه. فانا هون دائما بحاول مو بس اعمل حدود بالدائره الداخليه بالبيت، لازم كمان علمه وارشده لحتى اعطيه سلاح يعرف هو يحط هاي الحدود الخارجيه بين اصدقائه وبين المحيط الخارجي. طب خلينا نحكي شوي يا رندا، يمكن صار في كثير مثل ما قلتي صفات او عادات غربيه جديده تحت مسمى التربية الحديثة، وفي أخطاء كتير عم يقعوا فيها الأهالي بين الخلط بين الماضي والحاضر، فخبرينا أول شيء. نحن يعني دائما شعب قابل للانفتاح والتطور، لكن بنفس الوقت عم نوقع بأخطاء ما بتشبه لعاداتنا ولا تقاليدنا وعم نخلط بين الأمرين. للأسف دائما هاي العادات الجديدة أو هذا التربية الحديثة اللي نحن بنسميها هي دائما في إلها وجهين، في وجه إيجابي بنغفل موضوع كتير مهم قبل ما نختار التربية اللي بدنا نتعامل فيها مع طفلنا، هي مجال واسع، ما فيني أنا أنه بدي ربيه من الألف للياء، كل شخصية الطفل نحن هذا الموضوع كتير بنغفل عنه.
في اطفال نسبه ذكائهم ما بتساعد لانه انا اعطيه مساحات، لانه هو ياخذ مساحته بتصرف معين، لازم دائما يكون تحت اشرافي. في اطفال كمان من درجه ذكائهم العاليه انا كمان ما فيني اعطيه هاي المساحه بدون ما يكون في رقيب تماما او رقيب لحتى ما لحتى يستخدم ذكائه بشيء يفيده بالحياه ويفيد اللي حواليه، مو بس يكون شيء سلبي، يكون شيء ايجابي. نحن بنغفل تماما شخصيه الطفل، انه انا ما هي ما لا قطعت ثياب وانا بدي تكون يعني خلص، هي بس بتلبق على الكل من نفس عمره، او كل طفل لنن اخوه مثلا انه انا بخبيها فانا بلبسها لاخوه، لا تماما، كل طفل حتى التوأم كل طفل له طريقه تعامل معينه خاصه فيه، بالحدود بالمساحات اللي انا بدي، بنوع اللعبه اللي انا ممكن خليه يلعب فيها لحتى يتعلم عاده معينه انا حابه اكسبو اياها. لهيك انا كثير بصر على الفتره اللي من الولاده للخمس سنين، هاي الفترة الذهبية اللي انا اعطيها هدول المفاتيح اللي هو يقدر يعرف كيف مثل ما نقول بعدين يربي حاله. دائما نحن هلا عم نشوف خصوصي هذا الجيل الجديد انه من بلش مع المرحلة الابتدائية من الصف الاول ببلش بقى صار له شخصيته، صار بيروح على المدرسة بيرجع البيت ما بيحكي شو عم بيصير معه. بجي انا كأم بقول انا ابتدي اتعامل معه بالتربية الحديثة، فانا بدي اعطيه هاي المساحة انه اوكي ما يحكي لي، لا فيكي تاخدي حل وسط، فيكي انت تحكي له شو صار معك بشغلك لحتى تعلميه وتكوني القدوة، ينمزجك لحتى هو بالمقابل يحكي لك ويكون في هذا الحوار. دائما انا بقول انه بالتربية الحديثة نحن لازم نركز على موضوع الحوار. نحن نقول طيب اوكي انا عندي درجات متفاوتة بين اولادي مثلا او بين الاطفال اللي بتعامل معهم، كيف انا ممكن اعمل تربية حديثة ضمن هالحدود او ضمن هالعادات والتقاليد اللي انا ربيت عليها واجدادي ربيوا عليها؟ بقول لهم انا موضوع الحوار لما بناقشه، لما بعطيه موضوع ويحاورني فيه كمان ضمن حدود، نحن لما نشوف صار في جدل بين الاطفال انه انا بحاوره اغلب المشاكل، يلا انت اوكي مثل ما قلتي لي ونصحتيني انا حاورته بس صار يجادلني في امور بديهيه هي خط احمر نحن ما لازم ابدا نحكي فيها. طول ما انا عامله هي السلطه البسيطه بمكان معين ضمن حدود لا فيها عنف، لا فيها كلام مؤذي، لا فيها شيء جارح، بالعكس، ولكن هي في حدود لانه بالاخير حياتنا كلها فيها حدود، علاقاتنا طبعا الاجتماعيه كلها فيها حدود. طول ما انا اشتغلت على طفلي من موضوع الحدود من اول ما ببلش مسكه القلم وخليه يلون داخل دائره بحدود معينه، فانا لهون عم بلش اشرح له شو هي الفكره. هذا الحكي كثير حلو، بس في كثير من اللي عم يتابعونا بيعرفوا يمكن قديش اليوم التربيه صعبه، وممكن مثل ما قلتي بدايه حديثك تختلف التربايه اليوم عن الماضي، بس حتى يمكن الاهل والمحيط ما بيلعب دور ايجابي. يعني في كثير من الناس بتقول لك انا ربيت خمس ست اولاد هلا معقول ولد عجزك؟ لا، يختلف العصر وتختلف البيئه وبيختلف المحيط. خلينا نحكي قديش نحن اليوم قادرين ضمن الظروف الصعبه، يعني مو بس المشكله انه ضغوطات على الاهل، حتى على الاطفال، نحن بظروف صحيه صعبه، بظروف 10 سنوات من الحرب كانت قاسية على الكبير قبل الصغير وعلى الصغار، يعني ما فيدي أصلاً أنت تشرحي لهم هاي التفاصيل. فكيف مع كل هاي العوامل بقدر اليوم أنا حافظ على تربية ابني أو بنتي ضمن العادات والتقاليد والقيم الأخلاقية؟ كمان مثل ما قلتي يعني في كتير ناس تدخل بالتربية، تيتا والجد والخال والخالة والمواقع التواصل، في كمان مسؤوليه وجهد ما فينا ننكره للاهالي، فعلا صعوبه اليوم بتربيه الاطفال ضمن الظروف الصعبه. تماما، خصوصي هلا بفترات عم بيكونوا كلهم عايشين ببيت واحد، فعم بيكون في استقلاليه لان اقدر احط قانون لابني. لهيك انا هون بركز على الطفل، خليه هو اللي يختار، ما خلي دائما نحن الاطفال بيستغلوا نقطه انه اذا امهم ما عطتهم فابوهم بيقبل، اذا الاب ما قبل فتيته وجده. دائما نحن صاير مو بس انا عم بتدخل بتربيه ابني، حتى صارت ام رفيقه عم تتدخل فيه من البس، الكل بيعطيكي نصائح تماما.
تماما لا تدلعي لا تعطي لا تطعمي كثير، حتى هذا ضغط على الام تماما وخصوصي بالفتره اللي عم بيكون فيها مثلا ما في نشاطات، عم بيكون الطفل قاعد بالبيت فهو بده يتسلى بده يلعب، هي الام بتشوفه ضغط والاب بيشوفه ضغط، لانه في طاقه دائما انا بقول لهم اصعب مهنه هي تربيه الواحد يربي صح. ابنه تماما لهيك فهذا الموضوع نحن بنشتغل انه مثل ما قلتي انه بتنصحه لا تخليه يعمل لا تدلعي، طب اعطيني بديل، دائما نحن بنفكر بالبديل، انا هلا ظروفي صعبه ما فيني طلعوا المعيشه كثير غاليه في عندي اكثر من ولد اغلب المشاكل مع بيقعدوا الاخوه بالبيت عم بيكون الخناق بيناتهم، دائما انا لما بحط قانون نرجع للقانون لما بحط بعمل كنترول بسيط بعمل دائما بقول لهم انا اشغلوا الاطفال مشان ما هن يشتغلوا فيكم صحيح. دائما بحط لهم نشاط بديل، مو انا خلص يوم ما في طلعه من البيت نقعد بالبيت طيب يلا اوكي بيقعد، اذا ما اعطيتيه نشاط حركي يلون يعمل ليجو يعمل اي شيء فهو حيشتغل فيكي حينق حيبلش يتقاتل هو واخوه حيبلش يزعجك، لهيك بعطيه انا بديل مو بس ما في طلعه او ما في شيء تعمله، دائما في نشاطات حركيه بالبيت، هلا صحيح في كذا حدا عم بيتدخل بتربيه ابني بس بالمقابل في كذا حدا عم بيساعدني، دائما انا باخذ الجانب الايجابي من الانفتاح اللي انا عم بيشه او هي التربيه الحديثه اللي هي ممكن حاليا نحن كثير عم بتضرنا هلا، اللي هي انه انا فيني اخذ نشاط بسيط من ادوات البيت انا ممكن اعمله، بالعكس فتحت قناه تواصل مع ابني بالبيت، ممكن حتى نحن كثير امهات بتقول انه انا ما عم بقدر ما اعطيه موبايلي يضل معه، دائما بعطيها اوكي بس انا بعمل كنترول بعمل في اشياء انا بلغيها ما بحطها فيه، ما فيني تمنعي الطفل انه ما يمسك بعطيه ليه لحتى ما بحدود صحيح تماما بعطيه بحدود في ساعات معينه انجز شيء لحتى انا بالمقابل اعطيك هذا الشيء فهذا كله ممكن ينعمل له كنترول وما له شيء سهل اكيد، ومو كل الاطفال تطوع لانه انا احط هاي القوانين وامشي عليها، ولكن اللي دائما اول ما عرفت المشكله هو اول حلها دائما اكيد، يعني قلتي الجمله اللي بتختصر كل حكينا يا رندا، بدنا نشكرك لوجودك معنا وعلى هيك كل النماذج التربويه اللي اعطيتينا اياها، وان شاء الله الاهل فعلا يقدروا يوفقوا بين هذا العصر والعادات المجتمعيه اللي تربوا عليها ان شاء الله. شكرا لك رندا، شكرا لكم، شكرا لك، واكيد الحديث تتمه لانه فعلا اليوم التربيه ضمن الظروف الصعبه هي مسؤوليه كثير كبيره وضغط كبير على الاهالي، فيعطي العافيه لكل الاهالي ولكل الامهات على الروح الحلوه اللي عندهم. شكرا كثير لك، شكرا لكم.